اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله الحمد لله على نعمة المغفرة اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك توابين لك مطواعين إليك أواهين منيبين يا اللهم يا حليم اللهم يا عظيم اللهم يا لطيف
اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين يا غفار اغفر ذنوبنا يا غفار يا رحمن ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واهم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.